بصوا على المكان ده، الشغل بتاعنا متقسم علينا، يلا نبتدي. أنا عندي مخطط جاهز، النار هتكون هنا والأرض هناك. أنا خططت لكل حاجة. هاي انتوا رايحين فين؟ أوه مش ممكن، مفيش حد مهتم بالمخطط بتاعي. يلا ننظف السرير ده، المفروض يتحرك. استني أنا ممكن أحركه. طيب فروع، يلا بينا. رائع، أنا هبتدي أمسح الأرض. أنا هحرك الرف برياح قوية أو لأ، على حسب المخطط المفروض يكون. انسي المخطط، ارتجلي، السرير هيكون هنا لكن محتاج يتبني. أنا هعمله، أنا هتصرف. نار بسرعة، أنا جاية. أوه لأ ده مش هيناسب، هيكون مناسب. ايه ده؟ انا هلحم القطع. ثانية واحدة، السباركل هيأدي الغرض اكيد. قربت خلاص. هيهو تمام، هو ثابت. برافو عليكي. هيهو حر قوي، انا هنفخ. شكرا، انا لقيت عصيان. دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا هنزرعهم في زهريات. هنضيف تربة ونزرع سرير خشب. اكبر، دي نفعت. دي كانت شجرة خوخ؟ انا هلونها، انا عايزة سريري يكون لون النهر أو بحيرة. أنا لقيت درجة الأخضر المثالية. عملناها. في حاجة ناقصة، ستارة. السحر الهوائي هيساعدني في الإضاءة. هاي يا سحاب، أنا محتاجة بس قمر ونجوم. أنا كمان عايزة ده، عندي فكرة، ستارة بلون السحاب بقوس قزح، ده مثالي. واو أعمل إيه؟ عندي فكرة، أنا هزرع عشب وزين السرير بيه. هاي أنا محتاجة نور أكتر، وهزرع ده على السلم. كمل نمو يا صغير. خلاص الشجرة هتتحط في النص. أوه مش ممكن، مفيش حد عاجبه المخطط بتاعي، والسرير بتاعي لسه مخلص. أنا متعصبة. واو ده كويس قوي، يلا نستخبى. أنا أسفة لكن على الأقل سريري خلص. أنا محتاجة نار أكتر، حتى لو ورق فوم. أنا هقطع لهب. وأعمل إطار لمرايتي. واو هعلقها هنا. كنت هنسى، خيط من الأنوار النارية، ده جميل. أنا كمان عايزة أخلي أوضتي أحلى. أنا هبص في شنطتي، صلصال خفيف وريش. هاي هعمل عصفورة من الصلصال وهضيف ريش للجناحات والديل.
الرياح دايماً معايا. الجزع ده تقيل قوي. فيو، استنوا بس. خلاص، الساعة الخشب المثالية. ممكن أحطك هنا. أنا جعانة ولسه ما جاش وقت الغداء. أنا لازم أجري الساعة. وقت الأكل. يم، لذيذ. الكل مشغول، أنا مش عارفة حتى أنزل. محتاجة مساعدة؟ هتصرف، الزحلية دي هتنزلك. يلا نتأكد إنها ثابتة. شكراً يا أختي. زحلية مائية حقيقية. هوا، ممكن تنفخي لي حمام السباحة بتاعي؟ أكيد، لكن لازم تساعديني. أنا هضخ. دي بتنفع. أنتي نفختيه. شكراً. العفو. يهو، حمام السباحة هيكون هنا، لكن ممكن أدخل جواه إزاي؟ هوا، ساعديني تاني. ممكن تديني دفعة لو سمحتي؟ طيب، طيري. أيوة، أنا هعلق إكليل جيلي فيش على حمام السباحة بتاعي. أنا عندي فكرة تانية. هقيس الطول، العرض، والارتفاع. ولقيت خيط وبورد. هوصلهم. هوا، اربطيه. والناحية التانية. دلوقتي عندنا مرجيحة. ده رائع. مثالي، أنا هعمل علامة للعنصر بتاعي وزين الشجرة، وأنا هضيف الرمز المميز بتاعي. فكرة هايلة. وأهو بتاعي. وأنا هضيف بتاعي كمان. دلوقتي كلنا مع بعض. يلا نبتدي الفيلم بتاعنا. احنا محتاجين فشار. ادي ده النار. شكرا. ها؟ هي بتعمل ايه؟ بتبصوا على ايه؟ اعملي الفشار. ليه ما قلتوش كده؟ صبوه. واو، دي بتمطر فشار. استمتعوا، الفيلم ده بقى أحلى بكتير. واو، دي أوضتنا سرية. متحمسة أشوف إيه اللي جوه. مفيش حاجة. المكان ده واسع قوي. أنا عندي فكرة. يلا نبتدي بنا. لا لا لا، احنا محتاجين ادوات لايه؟ احنا بنعمل سحر. بصوا، الصدفة الصغيرة دي اتحولت لكبيرة. انا عايزة ده. ما تخزلنيش يا وردة. نفعت. طيب، دوري ان انا اجرب السحر بتاعي. ايه؟ انتي متأكدة؟ يلا. محتاجة مساعدة؟ مش ده اللي أنا عايزاه. أنا هجرب تاني. كده أفضل. النار عمرها ما بتستسلم. أوبس، هي أكيد محتاجة مساعدة. أعملي سحرك يا نار. إيه؟ خرجوني. هي هوا، ممكن تنفخي المهملات دي بعيد؟ أكيد طبعا. هي أنتي رايحة فين؟ مية، تعالي هنا. يلا نساعد نار بالسحر بتاعها. أهو،
ده أفضل بكتير. بيت صغير مريح. هاي، انتوا نسيتوا إن أنا موجودة هنا؟ أنا آسفة يا نار. أهي الخضرة بتاعتك، المرة الجاية هعمل منها سلطة. مفيش حد هيأذيكم. إيه؟ طيب ده بيتي؟ أكيد لأ، مش سخن كفاية. دلوقتي كده نتكلم. مشرق ودافي. هاي هوا، إيه اللي حصل؟ إيه؟ كلهم بنوا البيوت السرية بتاعتهم خلاص؟ أنا الوحيدة اللي ما عنديش بيت، ذهب مع الريح. وقت إن إحنا نصلحه. أنا هعمل أجمل بيت لنفسي. هاي بالراحة، بطلي تعملي أمواج. كرة النار بتاعتي. إيه؟ هوا، واو، ده بيت جميل يا هوا. دي السحابة بتاعتي اللي بتطفو. واو يا ربي، ده جنون. واو، بيت لطيف. أوه، أنوار. أيوة بنات، استنوا. طيب فكوهم لوحدكم، أنا اتشبكت بخيط للأنوار. ليه كل حاجة فوضوية؟ لازم أعمل كل حاجة بنفسي كالعادة. واو، خيط إضاءة متدرب. شفتوا؟ بالسهولة دي ممكن تفكينا إحنا كمان؟ خليني أساعد يا أصدقائي المربوطين. يو، أهي الأنوار بتاعتكم يا بنات. شكراً. أوه، الشعلة بتاعتي هايلة. أنا عايزة أنور الحيطة دي. عايزة الصدفة بتاعتي تلمع. نور في نص السحاب. أحط فين الشعلة دي؟ هنا ولا هنا؟ لا، هناك. واحد، اتنين، تلاتة، افتحوا النور. جميل قوي. هاي، نور. السحر بتاعي مش شغال. أو لا، نار. مين محتاج سحر؟ اضغطي بس على الزرار. بصي، مش وحش. بصي ممكن أعمل إيه تاني. برافو عليك يا نار، أنا لازم أمشي. جميل جدا. أوت، هوا رجعت تعمل كده تاني. لازم حد يرجعها الأرض الواقع. أنا على وشك أمسكك، خدي بالك. أيوة، مسكتك يا نحلة. استني، لأ، دي بس نحلة صغيرة لطيفة، مش هتأذي حد. البيبي بتاعي، هي وجعتك؟ أهو، أنتي هتعيشي معايا. الحشرات هي حيواناتي الأليفة. دلوقتي النحلة بتاعتي هتنور الأوضة. أنا بحبك. أنا هخلي عيني عليك يا نحلة يا وقحة. اتفضلي يا نحلة، أنا جبتلك ورد. ده برد، درجة الحرارة أقل كتير في السحاب. أنا عارفة، محتاجة سحر. آه، هدومي دافية. يلا نشوف. مش ده اللي أنا كنت متوقعاه. كارديجنز، سويترز، كل الحاجات دي تقيلة ومن التريكو. آه، أشعة الشمس، ده اللي أنا محتاجاه بالظبط. هعلقها هنا. آه، دلوقتي حاسة بحر. أنت بالنسبة لي كل حاجة يا أشعة الشمس. مساء الخير، أنت طلبتي ميك اب؟ هاي، رائع. أنا هشوف إيه اللي في الشنطة. آه، ميك اب، خليني أشوف. أنا محتاجة ملمع شفايف. إيه، كفاية، الميك اب ده بتاعي. امشوا من هنا يا بنات. أنا عرفت إيه المشكلة، أنت محتاجة مخبأ للميك اب. إيه رأيك في اللؤلؤة الجميلة دي؟ ممكن تخبي كل الحاجات الغالية بتاعتك فيها. فكرة ساحرة. كل الميك اب بتاعي هيكفي هنا. ومفيش حد ممكن يسرقه. إيه تمن الميك اب ده؟ أوه، أنا مسحور. لا، أنا مش هحاسبك. باي، أشوفك قريب. استنى، فين الميك اب بتاعنا؟ ها؟ طيب،
اتفضلوا يا بنات. واو، ميك اب العناصر. لازم تدفعوا الثمن يا بنات، 8 اوراق شجر، قطعة فحم كبقشيش، باي، فروع وفحم، قاعدة للمخدة الجميلة بتاعتي. عندي مخدة مموجة، المخدات النارية بتاعتي، الخشب ناعم قوي، المخدات اللي معاكي فتحت. آه، انتي طيبة جداً يا حبيبتي، سكويشي قوي. أوه بجد؟ مفيش حد واخد باله من المخدات بتاعتي. بصي على الخشب ده، أيوة ده جميل جداً. الكل عنده مخدات مريحة، أنا الوحيدة اللي ما عندهاش. أنا هعمل مخدة من سحابة ناعمة، صغيرة قوي. أنا هحاول أنفخ المخدة دي. دلوقتي بقى فيه سحابة سرير كاملة. أرض، شوفي المخدة بتاعتي، جميلة مش كده؟ هوا، أنت عليتي المستوى جداً. أنا متحمسة جداً لدرجة أني هقعد ألف من الفرحة. أو لأ، هوا، بتعملي إيه؟ كفاية، أنت تحولتي الإعصار. أو لأ، مخدة السحابة بتاعتي فرقعت. أنت عملتي إيه؟ أنا هصلح كل حاجة، هلف الأرض وارجع بالزمن. أنا هلف من الفرحة. إثباتي، المخدة بتاعتك لطيفة، اللف فكرة سيئة. يلا نرجع كلنا للبيوت بتاعتنا، لازم أرتاح. واو، ورقة شجر جميلة. أنا هخليكي أكبر. واو، الحجم ده مثالي بالنسبة لي. دلوقتي عندي غطاء أخضر. أوه، لقيتها، ده ملعب جولف أخضر. الفتحة هتكون هنا. يلا نحط العلم. أنا هسدد من أول مرة. إيه؟ أوه لأ يا نار، أنتي بتعملي إيه؟ استني، ده في الواقع سريري مش ملعب جولف. ارجعي تاني البيت بتاعك. أنا آسفة يا أرض، ده مجرد مضرب. طيب أنا همشي دلوقتي، أنا لازم أتأمل تاني. واو، ميا عندها ميك اب كتير قوي، أكيد مش هيكون عندها منها لو استلفت شوية. أحطه فين؟ هحطه على الرف. فين الميك اب بتاعي؟ يا ترى شفتوا يا شباب مين اللي سرق من اللؤلؤة بتاعتي؟ قولوا إجاباتكم في التعليقات. هي فين؟ الأرفف جاهزة، هتعيشي هنا يا نبات. اتحركي يا علبة، شكل الميك اب رائع عليهم. هو ده الإيه؟ شفايف؟ أوه، كل الميك اب بتاعي رجع تاني. أرت، بتعملي إيه؟ شيلي إيديكي من على الميك اب بتاعي، وخدي الورد بتاعك معاكي. كل اللي كنت عايزاه أخلي السحابة بتاعتك شكلها أحلى. إحنا هنمشي. أوه، شاب الدليفري، أنا متحمسة أوي إن أنا شفتك. أنت جبتلي ورد؟ في حد قال ورد؟ دول ليا. أنت جميلة أوي، شكرا أوي، دي حاجة لطيفة منك. إيه؟ أعمل إيه؟ فكر يا إليوت، فكر. هديها مورجان، دي أحلى بوكيه من المورجان شفته في حياتي. شكرا يا إليوت، أنا حبيته. هاي أنت، فين الهدايا بتاعتنا؟ جبت لنا إيه؟ هاتهم دلوقتي. ثانية واحدة، إيه اللي عندي هنا؟ بالونة وفلوس. هايل، شكرا يا إليوت، فلت منها. أنا جعانة. إيه اللي عندنا؟ مارشميلو، لذيذ. طيب اتفضلوا يا بنات، أنا هشارك. معاكي أي مارشميلو زيادة؟ أرجوكي، لأ ما عنديش زيادة. طيب أنا هعمل السناك الخاصة بتاعتي. يلا يا دورا. أوه أيوة، كمان سخنة أكتر، نار أكتر. إيه اللي بيحصل جوه؟ مين عايز فشار سخن؟ اتفضلوا، أنا بحب الفشار.
يلا بينا يا هوا. يامي. مش مشكلة، يبقى الباقي ليا. كل الأوض السرية للعناصر بقوا جاهزين. أرض، مية، هوا. نار. بنات، يلا ناخد سيلفيز مع البيوت بتاعتنا. ايه رأيكم في ده؟ هوا، مش دلوقتي، اوضتي افضل. اهدي، يلا نسأل المتابعين بتوعنا. يا شباب، اي اوضة سرية عجبتكم اكتر؟ يلا اكتبوا في التعليقات. شكرا. بنات، الخناق حاجة سيئة. أنا جبت بيتزا لحفلة الانتقال بتاعتكم. كل واحدة من العناصر بترسم العلامة بتاعتها في كلاس الأرض. لزق جليتر ممكن يخلي أي رسمة شكلها لطيف. هنشيل أطراف اللزق ورش عليهم جليتر. هنلفهم في ورق فوم بجليتر. هنلزق لها بيلمع في شريط من ورق الفوم ونلف اللزق. وبس، أنا وقعت الغطا. أنا كمان عايزة واحد. وأنا كمان. أنا كمان مش هقول لأ. فين اللزق بتاعي؟ هي، أنتوا أخدتهم كلهم. أنا متضايقة جداً. وبس، إنذار حريق. يا نار، أنتي عملتي إيه؟ ده بسببكم أنتوا. نقط للعين سحرية، هما بينفعوا على طول. واو، ممكن؟ أنا هجرب. أنا محتاج النقط دي. ده دوري. اديني دي. لوك ناري. ده وقت الراحة. أنا لازم أخد النقط دي. هاها. مشكلة المدرس بتاعنا. هوا، استنوا. ووبس، محرج قوي. النقط السحرية دي مش هزار. أنا كنت عايز يكون عندي عين سحرية زيكم، بس ما نفعتش. لكن ده مستحيل. طيب، أنا هساعد. الإجابة هي مية. أوه لأ، هما اتعلموا ده فين؟ اتفضلي عادي. وبس، ده كان المج المفضل عندي، ما كانش قصدي. هحاول ألزقه مع بعض. مش نافع. هو متضايق قوي. أتمنى ده يكون بدل المج المكسور. هنرسم أمواج على إزازة بلاستيك. نعمل فوم من معجون بملمس. هنلف الغطا بورق فوم. يلا نشوف. مية، شاي، آيس تي كمان أفضل. لكن السخن كمان كويس. المية اتبخرت. مج رائع. شكرا. برافو عليكي. اهي الدرجات بتاعتكم. وبس، القلم الرصاص بتاعي اتكسر. في حد مع برية؟ هجيبها على طول. تيري.
هنعمل قمع من صلصال خفيف ونلزق البراية فيه. هنلف خيط حواليه عشان شكله يكون زي الإعصار. شكراً. ده إعصار فعلاً. استخبوا. انتوا مستخبيين في المكان الغلط. هاني جاميز هما أفضل طريقة عشان نهدى. كل واحدة من العناصر عندها طعم مختلف. أنا رجعت. لسه الكلاس ما خلص؟ مؤسف جدا. القلم والرصاص لسه مكسور. في حد مع براية؟ أيوه، كلنا معانا. أنا مش هقدر أتحمل ده. يلا نبتدي كلاس الأحياء بتاعنا. إحنا هنزرع نبات. هاي! إعملوا زيي. أوبس، ما كانش قصدي. واو، طير. نفعت. الجميلة الخضرة بتاعتي. شوية سحر هيساعدني أزرع النبات بتاعي. واو، وواحدة كمان. استنى، ما تلمسش الزرع ده. أنا زرعت فيه النوت بوك بتاعي. أهو. لكن ليه؟ عشان يزدهر. نلف كفر نوت بوك بصوف، نزينه بفروع صناعية، طحالب وورود. هنضيف ليدي باج بلاستيك وعلامة الأرض مصنوعة من ورق الفوم. هنطبق ورقة كذا مرة ونقطع وردة 3D. هنلزقها في النوت بوك. هنضيف علامة كتاب على شكل عشب. ده جنون. ايه تاني مستخبي جوه؟ واضح ان مفيش حاجة. مستر أرشي واضح إنه اتجنن. العناصر بيذاكروا. ما عدا هوا. إنتي ليه مش بتذاكري؟ السما جميلة قوي، مش قادرة ما أبصلهاش. السما؟ إحنا لازم نشيل الإلهاء ده. لكن ليه؟ ارجعي تاني للشغل. متشدد قوي. كويس ان انا عندي مقلمة سحاب. هنقطع جزء من علبة بلاستيك. نعمل سحابة من ورق فوم بستيكر. هنلزق حشو بوليستر. هنقطع شكل شمس من ورق فوم ونضيف زينة على العلبة باستخدام خيط للصيد. انتي مشتتة تاني؟ دي مجرد مقلمة. طيب، أنا مراقبك. طبعا، وأنا بتفرج على السحاب. السما رائعة جدا النهاردة. طلعوا أقلامكم، خدوا ملاحظات. أنا بكره أخذ الملاحظات. أنا نسيت شنطة الظهر بتاعتي. هستلف ورقة وقلم من مستر أرتشي. هاي! قلمي المفضل دايماً معايا. هنلف قلم في صلصال. نعمل جزء. نقطع شكل ورقة شجر من أستيكا ونحطها في سلسلة ونلزقها في القلم. هنزين بورد وورق شجر. لطيف. واو. استنوا، انا كمان هزين النوت بوك بتاعتي.
ايه ده؟ كويس ان انا معايا استيكة، ممكن تتعامل مع الموضوع بسهولة.